بث الجيش الليبي صورا تثبت تورط قطر في تمويل عمليات على أراضيها، مضيفا أن قطر حاولت أن تلعب بالنسيج الاجتماعي الليبي. وقال الناطق باسم الجيش الليبي العقيد أحمد المسماري إن قطر دعمت متشددين في ليبيا، ودعا المسماري قطر إلى التخلص من عائلاتها من علاقاتها مع إيران والجماعات الإرهابية، وأن تعود إلى حضن القضايا العربية.